نحن كنا واضحين المعالم من البداية، نحن مع منح المرأة اللبنانية جنسية لأبناء، لأنه بالنهاية في حاجة لهالأمر، إن كان على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الإنساني. لما ما لقينا أنه قانون جنسية أبصر النور وكان في خروج من المراوحة اللي كانت، فكمان نحن كان في مسودة مشروع قانون. العنوان العريض بالنسبة لهذا القانون هو يعني تسهيل نمطية عيش أبناء الأمهات اللبنانيات على الأراضي اللبنانية، إن كان بدهم إقامات أو إجازات عمل. عملية استثناء دول دون دول أخرى، فبالتالي هذا الأمر بصير كأنك عم تعملي بسموه discrimination، يعني عم تفاضلي حدا عن حدا، وهذا عادة يطعن فيه كمان حتى بالمجلس الدستوري في حال أبصر النور، لأنه بالنهاية إذا كنا عم نستند على مقدمة الدستور من حيث أنه الناس سواسية أمام القانون بمحل ولا تمييز من ذكر وأنثى بمحل، فبالتالي هذا الأمر يعني بده يصير فيه لغط. عم بحكي بشكل مكان الطبيعي لموضوع مناقشة مشاريع القوانين هي باللجان المشتركة وباللجنة الإدارة والعدل تحديدا، إذا كان لأنه في مجموعة قوانين مثل ما سبق قلت لك، يعني حتى يكون في عندك صيغة موحدة تطرحها للهيئة العامة لازم يكون في على الأقل مشروع أو مشروعين توحد هالمشاريع. المشكلة الأساسية بهذا الموضوع أنه في بعض الكتل الغير موافقة على أبصار هيك قوانين النور، فبالتالي بده ينشغل عليها لطمئنتهم، أو بدنا كمان يعني نركز على موضوع مثل ما حكينا أنه لبنان واجب أن يدخل للمواطنة أكثر ما يكون بالصيغة الطائفية. هلأ في عادة مجلس النيابي في كتل، وهول الكتل هن عادة بياخذوا القرارات بما يختص بموضوع إقرار القوانين. نحن بالنسبة لنا أعلننا أنه الأمر إذا كان بيعود لنا لأقر مشروع قانون منح المرأة اللبنانية جنسية بأسرع وقت ممكن، إنما هذا الموضوع خضع لعدة اعتبارات على خلفية كل كتلة على حدة. في كتل تعاونت، في كتل كانت يعني أبدت فعليا رغبة أنه السير فيه، ومن ضمنه نحن، فبالتالي نحن عند أي تصويت على قانون بهذا الأمر فنحن جاهزين نصوت عليه إيجابا، بحيث أنه نقدر نمكن المرأة اللبنانية تمنح الجنسية لأبناء. واجب أن يكون هناك ضغط أكبر على المجلس النيابي من حيث يعني إقرار بعض القوانين اللي هي بتختص بحقوق المرأة. نحن ما عندنا هواجس ديموغرافية، ونحن كمان دائما كنا عم ننادي للدخول للمواطنة اللبنانية أكثر ما يكون في عندك خلفية طائفية، لأنه سبق وذكرنا وأنا شخصيا ذكرت عدة مرات أن الطوائف لا تحمي الأفراد ولا تحمي اللبنانيين، الطوائف هي صيغة مغلفة لا موضوع محاصصة ولا للأسف جزء منها لموضوع فساد. مطلب جنسيتي حق لي ولأسرتي مطلب حق ومطلب شرعي ومطلب له خلفية سليمة، إن كان بالنسبة للواقع الاجتماعي أو الواقع الإنساني لألون.